الرئيس السيسي يوجه بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية، وأن يكون سعر توريد محصول القمح مجزياً للمزارعين. رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري. وزيارة مفاجأة لوزير خارجية ألمانيا إلى مدينة خاركيف الأوكرانية للاطلاع على الوضع في المدينة. 9 بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بحضراتكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يتم تحديد سعر توريد القمح بحيث يحقق عائدا اقتصاديا مجزيا للمزارعين والفلاحين ويدعم زيادة كميات توريد القمح. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي لمتابعة منظومة الأمن الغذائي وموقف المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية الأساسية على مستوى الجمهورية. وخلال اجتماع آخر وجه الرئيس السيسي بالالتزام الصارم بإحكام الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية لإنتاج محصول تصديري ذي جودة متميزة، إلى جانب تطبيق المعايير الخاصة بالدول المستوردة لكافة الحاصلات الزراعية المصرية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعقيد طيار بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة منظومة الأمن الغذائي وموقف المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية الأساسية على مستوى الجمهورية. وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على موقف المخزون الاستراتيجي والأرصدة لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة، وذلك في إطار التخطيط المسبق للدولة بالحفاظ على المخزون الاستراتيجي منها، مع الأخذ في الاعتبار الأزمة الغذائية العالمية الحالية، موجها سيادته بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية، فضلا عن تعظيم القيمة المضافة لتخزين السلع من سلسلة الصوامع الاستراتيجية التي أقامتها على امتداد رقعة الجمهورية، وذلك بهدف زيادة الحجم الاستيعابي والتخزيني لها، ومن ثم المساهمة في الحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة. كما تابع السيد الرئيس مستجدات الموسم الحالي لزراعة القمح على مستوى الجمهورية، موجها سيادته بأن يتم تحديد سعر توريد القمح بحيث يحقق عائدا اقتصاديا مجزيا للمزارعين والفلاحين ويدعم زيادة كميات توريد القمح. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والعقيد طيار بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة تطوير منظومة الصادرات الزراعية المصرية، وقد عرض السيد وزير الزراعة في هذا الإطار التطوير غير المسبوق الذي تشهده منظومة الصادرات الزراعية المصرية، خاصة حوكمة إجراءات التصدير ومنظومة التكويد الجديدة التي يتم تطبيقها على الصادرات الزراعية المصرية لضمان تتبع المنتجات المصدرة وإحكام الرقابة عليها من المزارع التصديرية وصولا إلى الدول المستوردة، وذلك تحت الإشراف الكامل للجهات الرقابية، مع تزويد المزارعين والمصدرين بكافة الإرشادات الفنية الخاصة باشتراطات الممارسات الزراعية الجيدة وفقا لأعلى المعايير التصديرية البيئية المطبقة دوليا، واستخدام أفضل الشتلات للأصناف المطلوبة عالميا، مع توفير الخدمات المعملية اللازمة لضمان سلامتها
وهو الأمر الذي انعكس على زيادة حجم الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية وفتح أسواق خارجية جديدة، حيث بلغ حجم الصادرات خلال عام 2022 حوالي 46 مليون طن إلى ما يقرب من 160 دولة حول العالم، لتحقق حصيلة الصادرات حوالي 3.3 مليار دولار. وقد وجه السيد الرئيس بالالتزام الصارم بأحكام الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية لإنتاج محصول تصديري ذي جودة متميزة، مع الاعتماد الحصري على الكيانات التابعة لمنظومة التكويد من قبل الحجر الزراعي والتصدي لأي مخالفات في هذا الإطار، إلى جانب تطبيق المعايير الخاصة بالدول المستوردة لكافة المحاصيل الزراعية المصرية. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك عرض الموقف الخاص بجهود تنمية الثروة الحيوانية من خلال البرنامج القومي لتوزيع الآلاف من رؤوس الماشية عالية الإنتاجية على المزارعين وصغار المربين، وذلك بهدف الارتقاء بأحوالهم ودعمهم اقتصاديا، وبالتنسيق بين الوزارات المعنية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والقطاع المصرفي ومنظمات المجتمع المدني. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بمتابعة أحوال المزارعين وصغار المربين بصورة منتظمة ومساندتهم من خلال توفير الدعم الفني والرعاية البيطرية اللازمة لرؤوس الماشية وتكثيف الدور الإرشادي لكافة المستفيدين من البرنامج القومي لتوزيع رؤوس الماشية. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وخلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء على دور المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة في مختلف القطاعات. كما أكد مدبولي على أهمية المتابعة المستمرة لموقف ما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتعامل الفوري مع أي تحديات من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ، وذلك من خلال استمرار التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية وصولا لسرعة الانتهاء من تلك المشروعات ودخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن. دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لعقد جلسة جديدة لانتخاب رئيس للبلاد الخميس المقبل. تعد الجلسة هي الأولى في العام الجديد والحادية عشرة منذ انعقاد أول جلسة لانتخاب الرئيس الجديد في 29 سبتمبر من العام الماضي، حيث لم تسفر الانتخابات التي تجرى بين أعضاء المجلس النيابي عن حصول أي من المرشحين على النسبة الدستورية المطلوبة للفوز بالرئاسة. أكد رئيس مجلس السيادة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان متانة وأزلية العلاقات مع مصر وحرص السودان على تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. وخلال لقائه بمكتبه سفير مصر لدى السودان هاني صلاح، أكد البرهان حرص بلاده على المضي قدما في تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي والسكة الحديد بين البلدين، فضلا عن تفعيل التجارة البينية. من جانبه قال سفير مصر لدى السودان إن اللقاء تطرق للمبادرة المصرية التي تهدف إلى تحقيق تسوية سياسية، حيث تم الاتفاق على أهمية توضيح عناصر المبادرة بصورة أكبر وأوسع للدوائر الرسمية والشعبية.
رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية في السودان، وأشار غوتيريش إلى أن هذه الخطوة مبنية على التقدم الذي تم إحرازه عند التوقيع على اتفاق الإطاري السياسي، مؤكدا أن إطلاق المرحلة النهائية يمثل خطوة مهمة أخرى نحو تحقيق تطلعات الشعب السوداني في الديمقراطية والسلام والتنمية المستدامة. وجدد الأمين العام التزام الأمم المتحدة بالمساعدة في تأمين اتفاق سياسي نهائي خلال الأسابيع المقبلة. رحب البرلمان العربي بانطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية في السودان، معربا عن تطلعه للتوصل إلى اتفاق نهائي بين كافة الأطراف السودانية. وأكد البرلمان العربي أهمية هذه الخطوة التي تتطلب البناء عليها من خلال تحقيق التوافق التام بين كافة الأطراف السودانية، مشددا على أن الأمن القومي السوداني جزء أصيل لا يتجزأ من الأمن القومي العربي. واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 529 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات 352 طن. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 89 طن. وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد الأرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط 239 طن. في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط 13 طن. في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 10 أطنان أسمنت. في مجال قضايا المخابز تم ضبط 363 قضية من بينها 137 قضية خبز ناقص الوزن، فضلا عن 105 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط 7 قضايا بمضبوطات 140 طن. انطلاقا من دور مصر العربي والإقليمي، شاركت وزارة الداخلية في الأسبوع العربي للتوعية بمخاطر التطرف والإرهاب. يأتي ذلك تأكيدا على أهمية المواجهة الفكرية لمعالجة جذور التطرف والإرهاب. انطلاقا من دور مصر الإقليمية والعربية، تحرص وزارة الداخلية المصرية على المشاركة في الفعاليات التنسيقية لمجلس وزراء الداخلية العرب لبلورة رؤية عربية مشتركة في مواجهة الإرهاب. وقد خصصت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب أسبوعاً للتوعية بمخاطر التطرف والإرهاب. وقد حققت التجربة الأمنية المصرية نجاحات كبيرة في رصد وتتبع المواقع والصفحات الإلكترونية الضالعة في نشر الفكر المتطرف والتحريض على العنف وبث الشائعات، والتي تحاول من خلالها إثارة الفوضى والتشكيك في الإنجازات الوطنية وضبط القائمين عليها. كما تسعى وزارة الداخلية لنشر الوعي وتحصين الفكر بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لبناء مجتمع واع ومهيئ للتصدي للدعايات المتطرفة. البناء الواعي هذا أمر مهم جدا، لأنه ليس فيه سلاح وإنما هو يغزو الفكر للأبناء. بنكتشف حاجات جديدة غايبة عن أذهاننا، بنكتشف في الأمن السيبرالي، بنكتشف إزاي الحاجات اللي بره، الأفكار الدخيلة اللي عايزة تخش مجتمعنا. كما تطلع الوزارة بتنظيم دورات تدريبية وورش عمل نوعية حول مخططات نشر الفوضى والشائعات الهدامة لتوعية الشباب ومختلف فئات المجتمع بمخاطر الشائعات وحروب الجيل الرابع وآثارها في هدم الأوطان من الداخل.
في تقديري وفي نظري أن هذا التوجه شديد الأهمية، وهو مؤشر ومعيار كبير لثبات ورسوخ خطوات الدولة المصرية على سبيل البناء وتحقيق لقضية الجمهورية الجديدة، وخطوة على سبيل بناء الوعي عند المصريين. أعتقد أن الوعي هو أهم سلاح المصريين محتاجينه في الفترة دي علشان يقدروا يعرفوا إزاي يحكوا بلدهم وإزاي يعني يدافعوا عن نفسهم وهويتهم وعن ولادهم ومستقبلهم. وتستمر وزارة الداخلية في سعيها للتصدي للإرهاب والتطرف بالفكر بهدف إقامة حائط صد مجتمعي ضد كل الأفكار المتطرفة والهدامة بالتنسيق والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة ليتحقق الأمن والأمان لأوطان بنيت على التسامح والإخاء. وفي تفاصيل الأزمة الأوكرانية، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن قواته صامدة أمام هجمات جديدة وأكثر شدة على سوليدار شرقي البلاد. وأضاف زيلينسكي أن كل شيء دمر تماما في المدينة وأن القوات الروسية كبدت خسائر في الأرواح. قامت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بزيارة إلى مدينة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا، هي الأولى لمسؤول غربي رفيع إلى المدينة القريبة من الحدود الروسية. وقالت وزيرة الخارجية الألمانية إن سكان أوكرانيا يمكنهم الاعتماد على تضامن ودعم ألمانيا فيما يتعلق بتوريد المولدات والمحولات والوقود أو البطانيات لمواجهة الشتاء. وقع حلف شمال الأطلنطي الناتو والاتحاد الأوروبي إعلانا للتعاون والتنسيق يتضمن التزاما بدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية، قال أمين عام حلف الشمال الأطلنطي يانس ستولتنبرغ، قال إنه لا توجد أي مؤشرات على أن بوتين قد يتراجع عن خيار الحرب. هدفنا هو بالطبع ضمان أننا سنتمكن من التواصل واستمرار في دعم أوكرانيا، فقد شهدنا أن روسيا قد عانت خسائر جمة في أوكرانيا بسبب الجنود الأوكرانيين المدربين ومهاراتهم، ويجب أن لا نقلل من شأن روسيا. ما زال هناك المزيد من القوات يعملون على الحصول على مخزون عسكري وذخيرة، وهم يعانون وسيواصلون الحرب، ولا يوجد أي مؤشر بأن الرئيس بوتين قد غير من هدفه في هذا الاستهداف لأوكرانيا. أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام الناتو يانس ستولتنبرغ ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، أكدت أن الاتحاد الأوروبي متحد مع الناتو في دعم أوكرانيا. وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية أن أوكرانيا ستحصل على الدعم اللازم من دبابات ومنظومات دفاعية، مشيرة إلى أنه سيتم توسيع العقوبات المفروضة على بيلاروسيا لدعمها روسيا. من جانبه، قال رئيس المجلس الأوروبي إن اتفاق التعاون الموقع بين الناتو والاتحاد الأوروبي فرض للسياسة الدفاعية المشتركة للمرة الأولى، مؤكدا أن أوكرانيا تحارب من أجل مستقبل أوروبا، وأنه يجب على الناتو والاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون أكثر استعدادا للمرحلة المقبلة، وأنه يجب تعزيز الأمن الأوروبي. قال سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف، قال إن الحرب في أوكرانيا تعد مواجهة مع حلف الناتو. من جهته، أعلن الكرملين أن تورط الولايات المتحدة والناتو في الوضع بأوكرانيا واضح، وقد أصبح بحكم الواقع طرفا غير مباشر في الصراع. وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو إن بلاده ستوسع ترسانة أسلحتها الهجومية وتواصل تطوير الدرع النووي باعتباره الضامن الرئيسي لسيادة روسيا وسلامة أراضيها.
راجع البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 وخفضها إلى 1.7% في مقابل 3% في يونيو الماضي بسبب استمرار التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وبسبب تأثيرات الأزمة الأوكرانية. راجعت المؤسسة الدولية توقعاتها لجميع البلدان المتقدمة ولثلثي البلدان الناشئة أو النامية على أن تسجل الولايات المتحدة نموا ضعيفا مع انعدام النمو في أوروبا قبل انتعاش ضعيف في عام 2024. انخفضت الأسهم الأوروبية مع توخي المستثمرين الحذر قبل كلمة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول بعدما توقع اثنان من صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي الأمريكي توقع مزيدا من رفع أسعار الفائدة. وتراجع المؤشر ستوكس للأسهم الأوروبية بنسبة 0.7% بعدما سجل أعلى مستوياته في 8 أشهر في الجلسة الماضية. كما انخفضت أسهم التكنولوجيا التي تتأثر بحركة سعر الفائدة 1%. وتراجعت أسهم شركات التعدين 1% حيث انخفاض أسعار النحاس. تعددت القضايا والملفات التي واجهها الغرب، لكن يبقى الملف الأمني هو الأهم بالمعسكر الغربي. فرغم الخلافات المستمرة مع الصين في العديد من الملفات، إلا أن روسيا كانت الهاجس الأكبر لأوروبا، وذلك ما تأكد في أعقاب عمليتها العسكرية بأوكرانيا. المزيد والعرض التالي والزميلة ليلى عمر. أهلا بكم. رغم اختفاء التهديد المشترك لأوروبا والغرب عموما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، لكن بقي هاجس الأمن مسيطرا على معسكر الغرب. يأتي ذلك نظرا لحالة عدم اليقين التي سادت حول المسار الذي ستتخذه العلاقات الأوروبية مع المنافسين الدوليين القائمين والمحتملين. فرغم التحديات المختلفة التي تواجه أوروبا منذ عقدين والنقاش المتواتر لا سيما في الولايات المتحدة بشأن الصين كتحد، كانت روسيا الهاجس الأكبر لأوروبا، وظهر ذلك جليا في أعقاب العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا. وكان أحد نتائج هذه العملية بدء سعي الاتحاد الأوروبي للبحث عن دور مختلف في منظومة الأمن العالمي، يرتكز على ضرورة امتلاك قدرة عسكرية تمكنه من تعزيز دوره الأمني في هذه المنظومة بعيدا عن الولايات المتحدة، وذلك من خلال تفعيل قوات أوروبية للانتشار السريع تساهم في إقرار السلام والاستقرار، وهذا على الصعيد الأمني. أما على الصعيد الاقتصادي فقد عانت أوروبا أشد المعاناة بسبب هذه الحرب، مع ارتفاع تكاليف الطاقة وأزمة سلاسل الإمداد العالمية وزيادة معدلة التضخم، ما شكل ضربة للقدرة الشرائية للمستهلكين في مختلف أنحاء القارة. ووفقا لأحدث المعطيات الصادرة عن المكتب الأوروبي للإحصاءات يوروستات، يواصل الاقتصاد الأوروبي انكماشه، بينما يشهد الناتج المحلي الإجمالي في التكتل ومنطقة اليورو نموا فصليا ضعيفا. ونتيجة لتلك التداعيات الاقتصادية شهدت الكثير من المدن الأوروبية العديد من المظاهرات والاضطرابات التي تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية، وكان آخرها ما حدث في بريطانيا حيث شهدت إضرابا في قطاعات حيوية عدة وسط تحركات اجتماعية تاريخية بمواجهة الارتفاع الحاد في الأسعار داخل أوروبا. التحركات داخل أوروبا أدت إلى صعود الشعبوية إلى السلطة في عدة دول، وهو الاتجاه الذي بدأ مع صعود اليمين المتطرف وفوزه في انتخابات عدد من الدول الأوروبية، كما أنه أصبح أكثر وضوحا مؤخرا مع بقاء فيكتور أوربان في السلطة بالمجر ووصول التحالف اليميني الجديد إلى الحكم في إيطاليا وقبل ذلك في السويد. وهذه الأحزاب لها توجهاتها المختلفة عن توجهات المؤسسات الأوروبية حيال موسكو، حيث تدعو إلى عدم الانخراط في حرب أوكرانيا وتفضل التفاهم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. بعد 10 أشهر من بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تكشف الحرب المستمرة والتي تأكل نارها الكثير من دول العالم عن وجهات نظر متباينة داخل أوروبا نفسها للتعامل مع أسوأ أزمة تمر بها القارة منذ الحرب العالمية الثانية، حيث باتت الحرب تشكل لها مأزقا غير مسبوق. وختاما، وبعد تلك الأزمات المتلاحقة التي تضرب القارة، يترقب الأوروبيون لحل للخروج من المأزق الذي يؤرق القارة بأكملها والذي يؤثر على حياتهم بشكل مباشر.
أعلن متحف أوفيزي في فلورنسا بإيطاليا عن رفع سعر تذكرة الدخول إليه لتغطية الارتفاع الذي تشهده فواتير التدفئة والكهرباء. سيرتفع سعر تذكرة الدخول إلى متحف التماثيل واللوحات من 20 إلى 25 يورو. ومن شأن هذا الإجراء الذي سيتكبد تكاليفه السياح الأجانب أن يساهم في مواجهة الارتفاع في التكاليف بقطاعي الطاقة والبناء حسبما أعلنت إدارة المتحف. وسجلت إيطاليا العام الماضي تضخما بنسبة 8.1% في أعلى معدل تشهده منذ عام 1985، مصحوبا بارتفاع في أسعار الطاقة وصل إلى 50.9%. قالت وزارة الطاقة الروسية إنها تعكف على وضع إجراءات جديدة للحد من تخفيض أسعار النفط الروسي مقارنة بخامات القياس العالمية، وذلك بعد أن فرض الغرب سقفا للأسعار. ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي مرسوما يحظر توريد النفط الخام والمنتجات النفطية اعتبارا من الأول من فبراير ولمدة 5 أشهر للدول التي تلتزم بالسقف السعري. تبيع روسيا النفط عادة بسعر مخفض عن خامات القياس العالمية مثل خام برنت، وزاد هذا الخصم في أعقاب العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب العملية الخاصة في أوكرانيا، وتتراوح الآن نسبة الخصم بين 25 و30 دولارا للبرميل مقابل خام برنت. أكد وزير السياسة الزراعية والغذاء الأوكراني أن بلاده تبذل قصارى جهدها لمواصلة تصدير الكمية اللازمة من المواد الغذائية إلى البلدان الإفريقية. أبدى الوزير الأوكراني استعداد بلاده لزيادة صادراتها من المنتجات الزراعية إلى البلدان الإفريقية. قال رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إن استقلال البنك عن التأثيرات السياسية هو عامل حاسم بالنسبة لقدرته على مكافحة التضخم. وأضاف باول أن استعادة استقرار الأسعار وقت ارتفاع التضخم يمكن أن تتطلب إجراءات لا تحظى بالشعبية على الأمد القصير، مشيرا إلى أن عدم وجود سيطرة سياسية مباشرة على قرارات البنك يسمح باتخاذ هذه الإجراءات الضرورية دون وضع عوامل سياسية قصيرة المدى في الاعتبار. Over the course of the year, we've taken forceful actions to tighten the stance of monetary policy. التاسعة مستمرة وتتابعون فيها. فرض حظر التجول في المناطق المتضررة من أعمال العنف في بيرو بعد تواصل الاحتجاجات للمطالبة باستقالة رئيسة البلاد. أعلن رئيس الوزراء في بيرو ألبرتو أوتارولا فرض حظر التجول في المناطق المتضررة من أعمال العنف في البلاد والتي أسفرت عن سقوط 18 قتيلا. قال رئيس وزراء بيرو قال إن حكومته تأسف لسقوط قتلى خلال الاحتجاجات التي شهدتها مقاطعة بونو جنوب شرق البلاد، مشيرا إلى إرسال لجنة رفيعة المستوى للتواصل والحوار ولتقديم المساعدات الإنسانية. ويطالب المحتجون باستقالة رئيسة البلاد دينا بولوراتي وبإجراء انتخابات مبكرة وإطلاق سراح الرئيس السابق بيدرو كاستيلو. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن التزام بلاده باستخدام مناهج مبتكرة للتعامل مع الهجرة غير الشرعية ومعالجة أسبابها الجذرية. وخلال قمة ثنائية عقدها بايدن مع نظيره المكسيكي لوبيز أوبرادور، قال الرئيس الأمريكي إن بلاده أنفقت في العقدين الماضيين عشرات المليارات من الدولار في أمريكا اللاتينية للتعامل مع الهجرة غير النظامية، مشددا على أن بلاده مستمرة في تقديم المساعدات الخارجية أكثر من أي دولة أخرى. يعقد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور مع نظيره الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الكندي
جاستن ترودو محادثات ثلاثية تعرف باسم قمة الأصدقاء الثلاثة. ومن المقرر أن تبحث القمة عدة ملفات من أبرزها التكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث بالإضافة إلى ملفي الأمن والهجرة، واستعراض ما أسفرت عنه القمة الثنائية التي عقدها بايدن مع نظيره المكسيكي. شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ موافقة النواب على التقرير البرلماني عن دراسة حول الشباب وسوق العمل غير الرسمي، مخاطر راهنة ومقاربات واعدة، كما قرر إحالته إلى رئيس الجمهورية. وخلال الجلسة ثمنت الحكومة تلك الدراسة ورحبت بكافة توصياتها، كما دعت إلى أن تتضافر كافة الجهود في الدولة لوضع نتائجها موضع التنفيذ. جلسة عامة جديدة واصل خلالها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مناقشة تقارير اللجان النوعية حول مشاريع القوانين والدراسات المقدمة من الأعضاء. وشهدت الجلسة موافقة المجلس على التقرير البرلماني عن دراسة حول الشباب وسوق العمل غير الرسمي، مخاطر راهنة ومقاربات واعدة، كما قرر إحالته إلى رئيس الجمهورية وفقا للائحة الداخلية لمجلس الشيوخ. بعد أن انتهى المجلس من مناقشة تقرير اللجنة المشتركة عن موضوع الشباب وسوق العمل غير الرسمي، مخاطر راهنة ومقاربات واعدة، الموافق من حضراتكم على تقرير اللجنة والمقترحات والتوصيات الواردة به يتفضل برفع يده. موافقة. وعملا بحكم المادة 89 للائحة الداخلية للمجلس يحال التقرير إلى السيد رئيس الجمهورية. جاءت موافقة المجلس على التقرير البرلماني بعد أن أبدى عدد من النواب مقترحاتهم إزاء الدراسة. كل الاحترام للجنة الموقرة التي وضعت يدها على العلاقة التأثيرية بين الشباب وسوق العمل غير الرسمي وتسليط الضوء على الواقع ومشكلاته، باعتبار أن الاقتصاد غير الرسمي نشاط يوفر فرص عمل ودخول للأفراد صغيرة ولكنها غير مسجلة في أي جهة وغير معترف بها قانونا. الناس اللي بتعمل في الاقتصاد الموازي بتعمل في ظروف بالغة الصعوبة بالغة الشدة، ورغم ده كله قادرين ينتجوا، قادرين يحققوا كفاءة، لأن هو في الآخر لما نبص على حجم هذا الاقتصاد وقيمته بالنسبة للناتج المحلي كبيرة جدا مقارنة بالاقتصاد الرسمي المنظم اللي عنده كل الدعم والتمويل والمؤسسات والمؤسسة وكل ما إلى ذلك. فبالتالي الناس دي عندها ثلاث حاجات احنا محتاجين نبص عليها مهمة جدا، وعندهم المبادرة الفردية، عندهم المثابرة، عندهم الابتكار، والثلاث حاجات دول هم أساس أي نجاح للأعمال في أي قطاع إن كان. وخلال الجلسة ثمنت الحكومة تلك الدراسة ورحبت بكافة توصياتها، كما دعت إلى أن تتضافر كافة الجهود في الدولة لوضع نتائجها موضع التنفيذ، كونها دراسة علمية متكاملة تناولت كافة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للقطاع غير الرسمي والعاملين به، وقدمت حلولا واقعية قابلة للتنفيذ. وفي ختام الجلسة قرر رئيس مجلس الشيوخ رفع أعمال الجلسة العامة إلى يوم الأحد الموافق 22 من يناير الجاري.
وفي لقاء خاص مع التلفزيون الرسمي أكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ على ضرورة دراسة محفزات لدمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الوطني، فضلا عن عمل توعية وإعطاء محفزات لجذب هذا الاقتصاد. الحقيقة النهاردة كان في مناقشة مهمة حول الدراسة اللي عدتها اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والاقتصادية حول الاقتصاد غير المنظم، وازاي نقدر نستفيد ونعمل دمج لهذا الاقتصاد داخل الاقتصاد الوطني والاقتصاد الرسمي. ده الحقيقة كان محور الدراسة، تناقشنا فيه العديد من الأمور والتعديلات عشان نقدر نوصل لتوصيات تكون موضوعية، تكون قابلة للتنفيذ، تساعد الدولة وتساعد الحكومة إنها تعمل دمج لهذا الاقتصاد وتستفيد من كم هذه الأعمال. الدولة المصرية محتاجة الفترة الجاية التوسع، وخصوصا أن عدد فرص العمل المتاحة محتاجين مساحات جديدة لسوق العمل، فمهم جدا الحزمة اللي هتقوم بيها الدولة الفترة اللي جاية لتوفير فرص عمل أكتر للقطاع الغير رسمي. الاقتصاد الغير رسمي فعلا بيحل جانب كبير جدا مشكلة البطالة، يبقى احنا محتاجين ان احنا ندرس محفزات الغرض الاساسي منها الحماية اكتر من الاستفادة. لازم الناس تحس ان الجهود دي او المحفزات دي هدفها بالرئيسي هو حمايتهم هم شخصيا اكتر قبل الاستفادة منهم في الاقتصاد، خاصة مع وجود انماط جديدة مستحدثة من الاقتصاد الغير رسمي متعلقة بالتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي والمنصات وخلافه. ازاي نجذب بقى الاقتصاد غير الرسمي ده وندمجه؟ لازم نديهم، نوعيهم الاول، وازاي نديهم حوافز، وازاي نديهم اعفاءات عشان ينضموا. ده هيبقى فيه مصلحه، خصوصا اذا كان بيمثل اكتر من 55% من الاقتصاد. غير كده انه هيزود في موازنه الدوله، فبالتالي لازم نعيد التسويق الموضوع ده بطريقه مختلفه شويه بافكار بره خارج نطاق الصندوق. أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الجهود تكاتفت بين الوزارات والجهات المعنية للإسراع في إنهاء ملف تعويضات المواطنين الذين تضرروا من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي. جاء ذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي، حيث وضعت اللجنة الوطنية المعنية لصرف التعويضات آلية لتعويض من لم يتم تعويضهم في الفترات السابقة لإنشاء السد العالي. لم تدخر الدولة جهداً من أجل تعويض مواطنيها الذين تضرروا من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي خلال مؤتمر الشباب الثاني في أسوان. مراجعة موقف من لم يتم تعويضه في الفترات السابقة لإنشاء السد العالي وما تلاها من خلال لجنة وطنية تشكل من الجهات المعنية على أن تنهي اللجنة أعمالها خلال 6 أشهر على الأقصر. جهود كبيرة قامت بها الوزارات والجهات المعنية للإسراع في إنهاء ملف تعويضات النوبة مع مراعاة كافة الأبعاد، وقد حرصت اللجنة الوطنية المعنية بوضع القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويضات على تعويض من لم يتم تعويضهم في الفترات السابقة لإنشاء السد العالي وما تلاها، وحتى الآن استفادت أكثر من 3600 أسرة ممن استوفت الشروط اللازمة من هذه التعويضات. أهالي النوبة من أصحاب التعويضات أعربوا عن سعادتهم وامتنانهم لاستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصه على تعويضهم. كنا منتظرين اليوم ده، اليوم ده بيعتبر من يعني تاريخ ميلاد بالنسبة لنا. احنا بقالنا بتاع 50 سنة منتظرين هذا اليوم. احنا لما جينا من الواحد ما كانش متصور ان هنلاقي الكلام ده. جيت لقيت طاقة شمسية وفي بعض الأماكن خضرة. بحيي فخامة رئيس الجمهورية الذي أوعد ثم أوفى بعهده، وفعلا ها هنا اليوم ونحن نستلم أراضينا مرة تانية. تسهيلات كبيرة وبدائل متعددة وفرتها الدولة أمام مستحقي التعويض للاختيار من بينها وفقا لرغبة كل منهم بالاختيار ما بين التعويض العيني أو النقدي أو الاستفادة من خطة الدولة المستقبلية في التنمية. صدر قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لحصر مستحق التعويض عن بناء وتعلية خزان أسوان وبناء السد العالي، وقامت اللجنة بحصر المستحقين للتعويض ووصل عددهم 11500 أسرة. وبعدها أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء القرار بتشكيل اللجنة الوطنية لوضع قواعد وآليات التنفيذية لصرف التعويضات. فأنا عندي لو مستحق التعويض شخصياً هو اللي تقدم لصرف التعويض، أنا مش محتاج منه أكتر من بطاقته الشخصية. لو ورثه وتقدموا جميعاً
أنا مش محتاج منهم غير إثبات صلتهم بالمستحق التعويض. وبالتوازي مع إجراءات تعويض من لم يتم تعويضهم من أهالي النوبة، تعمل الدولة جاهدة على تنمية صعيد مصر بصفة عامة ومحافظة أسوان بصفة خاصة من خلال وضع الخطط وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وتطوير البنية التحتية في محافظة أسوان، بما يسهم في الارتقاء بالمستوى المعيشي وتوفير حياة كريمة لأبناء المحافظة. أعربت أمال أحمد عبد العال بنت محافظة الفيوم عن فخرها وسعادتها لتكريمها من الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. أكدت أمال فخرها بنجاح مشروعها، حيث استلمت رأس ماشية ضمن المبادرة الرئاسية لتحسين سلالة الثروة الحيوانية عالية الإنتاج، كما أشارت إلى أنها متزوجة من رجل من ذوي الاحتياجات الخاصة ولديها أربعة أبناء، وساهم المشروع في تحسين دخلها والإنفاق على تعليم أبنائها. كيلو 25 كيلو أنا باخد من في الأول ما ولدت كنت باخد منها من 15 كيلو ل 14 كيلو، وبعد ما بنتها كبرت شوية المولود بتاعها كبر شوية حاولت إن أنا أسيب لها النص واخد النص عشان يعني عشان تتغذى كويس. وبعد كده أنا مبسوطة جدا إن أنا وقفت قدام سيادة الرئيس وحضرت معاه المؤتمر وقلت له على المشروع بتاعي، ومنبهرة جدا جدا إن أنا حضرت مؤتمر زي كده وشفت سيادة الرئيس، وأنا كنت قلقانة متوترة شوية فعلا، بس أنا ارتحت لما شفته ارتحت، ولما طلعت وحضرت المؤتمر معاه كان إنسان عادي جدا وما زعلناش في حاجة وكان مبسوط جدا من المشاريع بتاعتنا، وأشكر سيادة الرئيس وأشكر جمعية الأرمان. شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في احتفالية اليوم العربي لمحو الأمية، وأكدت النائبة أميرة العدلي على اهتمام التنسيقية بقضية محو الأمية كأحد القضايا الكبرى التي تحرص التنسيقية منذ تأسيسها على العمل عليها، موضحة أن التنسيقية سبق ووقعت بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار وأطلقت مبادرة مؤسسات بلا أمية، وذلك ضمن مبادرة العدالة الثقافية التي أطلقتها التنسيقية. كما أشارت النائبة أميرة العدلي إلى أهمية تضافر جهود المجتمع المدني للقضاء على الأمية كأحد الخطوات لبناء الإنسان في الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية. افتتح محافظ مطروح خالد شعيب معرض أهلا رمضان لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية والخضروات للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 20%. تفقد المحافظ أقسام المعرض واستمع إلى آراء عدد من المواطنين، وشدد على استمرارية التزام التجار بالأسعار المخفضة للسلع عن مثيلاتها في الأسواق طوال فترة عمل المعرض حتى نهاية شهر رمضان. طبقا يعني توجيهات القيادة الأساسية بفتح منافذ ومعارض وبأعداد أكبر لتوفير السلع للمواطنين، يمكن نقول يمكن معرض السدادي معرض أهل رمضان بفتحه النهاردة يمكن يجي بدري عن ميعاده، ولكن طبقا للتوجيهات إنه يكون من الآن وإن شاء الله هيستمر معانا لغاية رمضان وبعد رمضان. إحنا شايفين المعرض الحمد لله النهاردة يعني من خلال التعاون ما بين مديرية التموين مطروح والغرفة التجارية وتجار الجملة، إحنا شايفين المعرض الحمد لله في جميع أنواع السلع متوفرة تماما، في سلع عندنا مش موجودة خالص، كل متوفر موجود من زيوت من بيض من جبن من ألبان من بهارات من كل السلع موجودة بجميع أنواعها، وزي ما انتم شايفين حضراتكم الأسعار هي يعني قدام كل الناس موجودة وعلى عيون كل المشاهدين من أبناء مطروح المواطنين الموجودين معانا، إن الأسعار فعلا مناسبة، وكان الأسعار داخل هذه المعارض بتقل عن مسيرتها خارج بره من 20% ل 30%. المعرض ده بيقدم أسعار مخفضة للمواطنين، وعندنا في مطروح 5 سلاسل في موزعة في جميع أنحاء المدينة، وعندنا في خارج مطروح مجموعة من السلاسل موزعة في مدن السلوم وبراني وسيوة والضمعة والحمام. الهدف من هذه المعارض هو تقديم السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، والحمد لله الأسعار في المعارض أسعار كويسة جدا ومتناول المواطن. مشاهدينا نتابع الآن أخبار الاقتصاد.
الجولة الاقتصادية والزميلة ميرنا إيهاب. إليك ميرنا. شكرا لكم يوسف ونهى، والآن جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. توقع صندوق النقد الدولي تزايد معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4% خلال العام المالي الجاري، ثم 5.3% في العام المقبل، وصولا إلى 5.7% في العام المالي التالي له، و 5.9% في عام 2025-2026. كما توقع الصندوق أن تبلغ إيرادات موازنة مصر في العام المالي الجاري نحو 1.6 تريليون جنيه، تزيد إلى 1.9 تريليون جنيه في العام المالي المقبل، وصولا إلى 2.2 تريليون جنيه في العام المالي لعام 2024-2025. كما توقع صندوق النقد أن يتراجع التضخم الأساسي إلى 7% بحلول السنة المالية 2024-2025، وأن تسجل موازنة الدولة فائضاً بنسبة تقدر ب 2.1% من إجمالي الناتج المحلي. أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر تعد من أكثر الدول العربية ثراء في الرمال السوداء، وأشار المركز إلى أن الاحتياطي الجيولوجي من الرمال السوداء في مصر يقدر بنحو 1.3 مليار متر مكعب موزعة على 4 مناطق رئيسية في محافظات البحيرة ودمياط وكفر الشيخ وشمال سيناء. ويقدر العائد المتوقع لمصر من موقع واحد من هذه المواقع بأكثر من 255 مليون جنيه سنويا. شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في مؤتمر التعدين الدولي في نسخته الثانية من الرياض، والذي ينعقد تحت شعار نحو إنشاء سلاسل توريد معدنية موثوقة ومرنة في أفريقيا وغرب ووسط آسيا. وصرح الملا بأن هناك دعما وتعاونا بين مصر والسعودية في أنشطة متنوعة، ولا سيما مجال التعدين منذ عدة سنوات، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر يعد فرصة للتواصل مع كبار المستثمرين في هذه الصناعة الدولية، موضحا أن مصر تضع نصب أعينها التوسع في الصناعات التكميلية التي تقوم على المعادن المختلفة والتي تزخر بها أراضيها لتحقيق أعلى قيمة مضافة. أطلق مصنع سكر قوس بمحافظة قنا إشارة البدء لموسم عصير القصب للعام الجديد في ظل توجه الدولة لزيادة معدلات الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي وصولا للاكتفاء الذاتي خاصة في مجال المحاصيل السكرية. في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لزيادة معدلات الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي وصولاً للاكتفاء الذاتي خاصة في مجال المحاصيل السكرية، أطلق مصنع سكر قوس بمحافظة قنا إشارة البدء لموسم عصير القصب، وذلك لعام 2023. النهاردة بنشهد عرس احتفالية وعيد كبير جداً، بداية موسم العصير في مصانع سكر قوس. يعني ما شاء الله بداية قوية، التوريد بيتم بطريقة قوية جدا، إقبال من المزارعين فرحة، بعد طبعا ما حصل زيادة في السعر القصب من 810 ل 1100 بزيادة قدرها 36%، ودي زيادة غير معهودة، يعني احنا تعودنا على زيادة 5% و10%، لا السنة دي بسم الله ما شاء الله زيادة 36%، دي أدت لقبول وفرحة غير عادية للمزارعين. ووفقا لمدير مصنع سكر قوس حسن جابر، فإن محافظة قنا تعد الأولى في إنتاج السكر على مستوى الجمهورية من خلال 3 مصانع للتكرير وإنتاج السكر، وذلك في مدن نجع حمادي ودشنة وقوس، وأن المساحة المنزرعة بمحصول قصب السكر بمحافظة قنا تبلغ نحو 120,096 فدانا، تمثل نحو
39% من إجمالي المساحة المنزرعة على مستوى الجمهورية، وتنتج نحو 3 ملايين طن قصب خام، وتنتج بدورها 300,000 طن سكر سنوياً. وأضاف جابر أن محصول قصب السكر له أهمية اقتصادية نظراً لارتباطه بالعديد من الصناعات الأخرى مثل السكر المبلور والملاس والعسل الصناعي والكحول بجميع مشتقاته، وكذلك الخل وحامض الخليك الثلجي وخميرة الأعلاف. كما توقع أن يستقبل مصنع سكر قوس 1,300,000 طن من قصب السكر هذا العام، ستنتج نحو 145,000 طن سكر، مؤكدا أنه تم الانتهاء من استعدادات استقبال موسم العصير من خلال صيانة خطوط قطار أديكوفيل وتجديد العربات لنقل القصب من أماكن كسرة، كما تمت توسعة الطرق الداخلية والخارجية بالمصنع وتثبيت لافتات على بوابات دخول الجرارات الزراعية للمصنع موضح بها التعليمات لتسهيل استقبال محصول قصب السكر. قام رئيس وزراء الصومال حمزة عبد بري والوفد المرافق له بزيارة إلى معهد صحة الحيوان التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. وخلال الجولة التي تأتي في إطار زيارته للقاهرة، أشاد رئيس وزراء الصومال بما شهده المستوى التقني العالي لمعهد الصحة الحيوانية، حيث يضم مجموعة متميزة من المعامل الفريدة في المنطقة والتي تعد معامل مرجعية دولية. وقال إنه يتطلع للاستفادة من الخبرة المصرية في مجال الأنشطة الزراعية المختلفة وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين. افتتح محافظ قنا أشرف الداوودي معرض أهلا رمضان لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية بمدينة قوس بأسعار مخفضة تصل إلى 30%. ويضم المعرض العديد من السلع الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية لتخفيف عن كاهل المواطنين. وأشار محافظ قنا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إقامة مزيد من معارض أهلا رمضان بالتنسيق مع الغرفة التجارية وكبار تجار السلع. وفي أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط مع ترقب المتعاملين لمؤشرات بخصوص خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي المتعلقة برفع الفائدة لمعرفة تداعيات ذلك على الاقتصاد والطلب على الوقود. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة تقدر ب 35% لتبلغ 79.93 دولار للبرميل. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكية بنسبة تقدر ب 48% ليسجل 74.99 دولار للبرميل. وكذلك صعدت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.11% لتصل إلى 3.6 دولارات للتر. وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 4.6% لتسجل 3.73 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أظهرت بيانات لشركة تسويق النفط العراقية الحكومية أن العراق أنتج 4.43 مليون برميل يوميا من الخام في ديسمبر دون تغيير عن الشهر السابق. ووفقا للأرقام فإن الإنتاج العراقي يتماشى مع حصة البلاد بموجب اتفاقها مع مجموعة أوبك بلس لشهر ديسمبر. وأظهرت البيانات أن ارتفاع الصادرات من منطقة كردستان العراق يأتي في ظل انخفاض معدلات تشغيل مصافي التكرير. تراجعت معظم الأسواق الرئيسية في منطقة الخليج مع تحرك المستثمرين لتأمين مكاسبهم الأخيرة وسط ترقب لخطط مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة لوضع تصور لتأثيرها على الاقتصاد والطلب على الطاقة. وهبط المؤشر الرئيسي بالسعودية بنسبة 1%، كما تراجع المؤشر الرئيسي في دبي بنسبة تقدر ب 3%. وفي قطر هبط المؤشر الرئيسي بنسبة 1% بعد انخفاض سهم أكبر بنوكها. وفي المقابل قفز المؤشر الرئيسي بالكويت 1%، أما المؤشر الرئيسي في سوق أبوظبي فارتفع بنسبة تقدر ب 3%، منهيا 4 جلسات متتالية من الخسائر. بينما استقر المؤشر الرئيسي في البحرين عند 1889 نقطة.
انتهت الجولة الاقتصادية والعودة إليكم مرة أخرى يوسف ونها. شكرا جزيلا لك ميرنا. استقبل مطار مرسى علم الدولي بمحافظة البحر الأحمر أول رحلة طيران عارض شارتر من مطار مالبينسا بميلانو بإيطاليا إلى مدينة مرسى علم، وكان على متنها 235 راكبا إيطاليا. هذا ومن المقرر أن يتم تسيير رحلتين أسبوعية للمدينة من خلال هذا الخط، وذلك في ضوء تنشيط الحركة السياحية والجوية التي تشهدها مطارات المدن السياحية المصرية وطلب الكثير من شركات الطيران العالمية بتشغيل رحلات جوية إلى المدن السياحية المصرية. والآن إلى أخبار الرياضة ومنافساتها. أخبار الكرة والملاعب نعود فيها مرة أخرى إلى ميرنا إيهاب. إليكم شكرا لكم يوسف ونوها. والآن جولة في أهم وأبرز الأحداث الرياضية. تنطلق غدا مواجهات الجولة 13 من الدوري الممتاز، حيث يحل الزمالك ضيفا على الاتحاد السكندري، بينما يستضيف فيوتشر فريق بيراميدز، ويلتقي طلائع الجيش مع سموحة، في حين يواجه البنك الأهلي فريق الداخلية. وفاز المنتخب الكويتي على نظيره الإماراتي بهدف نظيف في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربية المقامة في العراق. وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق أحمد عبد الله ليرفع المنتخب الكويتي رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة الثانية، بينما يحتل منتخب الإمارات المركز الأخير بلا رصيد من النقاط. وتغلب المنتخب البحريني على نظيره القطري بهدفين مقابل هدف في بطولة كأس الخليج العربية، وبهذا الفوز رفع منتخب البحرين رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، بينما توقف رصيد منتخب قطر عند 3 نقاط في المركز الثاني. تنطلق غدا النسخة 28 من بطولة كأس العالم لكرة اليد، والمقرر إقامتها في دولتي بولندا والسويد. وتقام بطولة العالم لكرة اليد لعام 2023 خلال الفترة من 11 حتى 29 من شهر يناير الجاري على 9 صالات، بمشاركة المنتخب الوطني ضمن 32 منتخبا من 5 قارات. هذا ويلتقي المنتخب الفرنسي غدا مع نظيره البولندي في افتتاحية مواجهات البطولة. انتهت الجولة الرياضية والعودة إليكم يوسف ونهى. شكرا لك ميرنا. أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن امتنانه للدول ووكالات الإغاثة لمساهمتها في إنجاح المؤتمر الذي عقد في مدينة جنيف السويسرية بشان تحديات ما بعد الفيضانات في باكستان. وحصلت باكستان خلال المؤتمر على تعهدات بأكثر من 10 مليارات دولار من المؤسسات العالمية المالية الدولية والوكالات المانحة وشركاء التنمية لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات واستعادتها وإعادة بنائها. وقدم التعهدات الرئيسية خلال المؤتمر البنك الإسلامي للتنمية والبنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والمملكة العربية السعودية. والآن إلى آخر أخبار الطقس. إلى ميرنا إيهاب نتحول مرة أخرى، تفضلي. شكرا لكم نهى ويوسف. والآن وقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس بارد في الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية.
القاهرة درجة الحرارة العظمى 19 درجة والصغرى 11، الأسكندرية 19-12، مطروحة 19-11، بورسعيد 19-13، الإسماعيلية 20-11. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11، العريش 19-10، طابة 20-12، شرم الشيخ 23-14 والغردقة 23-13. أما عن الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 22 درجة والصغرى 8، أسوان 23-9، الوادي الجديد 22-7، شلاتين 25-15، وأخيرا حلايب العظمى 22 درجة والصغرى 15. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. والآن نترككم مع أهم لقطة في هذا اليوم. انتهت أخبارنا وهذه تذكرة بالعناوين. الرئيس السيسي يوجه بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية وأن يكون سعر توريد محصول القمح مجزيا للمزارعين. رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري. زيارة مفاجئة لوزيرة خارجية ألمانيا إلى مدينة خاركيف الأوكرانية للاطلاع على الوضع في المدينة. وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا، لكن هواء التاسعة مستمر مع حضراتكم مع الإعلامي يوسف الحسيني. مساء الفل عليكم. ازيك يا نهى؟ ازيك يا يوسف؟ الحمد لله والله تمام. ازيك؟